عودة أحمد علي صالح وطارق صالح إلى مدينة تعز بقوة وأمام حزب الإصلاح. بدأ المؤتمر الشعبي العام حملة لإسقاط أبرز معاقل خصومه في اليمن، يتزامن ذلك مع إعادة نجل الرئيس الأسبق أحمد علي عبد الله إلى صدارة المشهد السياسي في اليمن. وأعاد الحزب رفع صور أحمد علي صالح وسط مدينة تعز ولا والمرة، ونشرت قناة اليمن اليوم المملوكة لنجل صالح والتي تبث من العاصمة المصرية لقطات فيديو للحظة رفع صور أحمد علي خلال فعالية نسائية نظمها القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام بمدينة تعز، وهذه المرة الأولى التي يرفع فيها الحزب صورة نجل صالح بذكرى التأسيس. وتعد الخطوة رسالة لحزب الإصلاح وتحديد ناشطيه في تعز من كانوا يرفضون حتى رفع صور علي صالح ذاته، وهي من حيث التوقيت تشير إلى قرار أحمد علي الانتقام من المدينة التي ظلت حجر عثرة أمام مساعيه لتولي السلطة في اليمن قبل العام 2011. ولم يقتصر الصراع على المؤتمر على نجل صالح والإصلاح، بل امتدت إلى الساحل الغربي حيث أقر طارق صالح إقامة فعالية مبكرة بمناسبة ذكرى تأسيس المؤتمر، على الرغم من انسلاخ طارق صالح عن الحزب وإنشاء تكتل جديد تضم قيادات رفيعة في المؤتمر تحت مسمى المكتب السياسي للمقاومة الوطنية. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.